بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزول في الأون، صحة رمضانكم خواتاتي، إن شاء الله تكونوا صمتوا كامل بالصحة والستر. خلاص غدا إن شاء الله هو العيد بعد صيام وقيام تاع 30 يوم، غدوة إن شاء الله العيد. خواتاتي اليوم حبيت نشارك معكم هذو بعض الوصفات اللي كانوا محطوطات في القناة في العيد الصغيرة والكبيرة تاع 2019، وحبيت اليوم نشارك معكم الوصفات والتزيين يعني تاع السنوات بالحلوى اللي درتها لهذا العام تاع العيد صغيرة 2020. حبيت نوريلكم فقط بعض التزيينات وطريقة اللي تزينوا بها السنوة بطريقة تخلي السنوة تاعكم باهية. والمهم فقط انه هذه الوصفات كامل هي وصفات في قناتي، توجدوهم كامل في القناة ولا توجدوهم في صندوق الوصف، راهم كامل محطوطين وبأدق التفاصيل. هذه سنوة تاع هذا العيد اللي عملتها لكم في هذا العيد في رمضان هذا. خواتاتي شوفوا هنا التزيين، يعني لعبت بالألوان، قدام الأبيض نحط الشوكولا، هذه ثاني سنوة ثانية، هذا نوع واحد، لكن شوفوا واحدة درت بالشوكولا البيضاء، واحدة بالشوكولا بالحليب، وواحدة درتها بجلجال معسلة. أو كامل هذه الوصفة راهم في القناة. هذه هنا خواتاتي النص درت هذاك النوع اللي وريته لكم، والنص درت البنيون ثاني اللي عملته بخمسة ولا بست أنواع راهو ثاني في القناة، ولعبت بالألوان. وهنايا فقط بثلاث أنواع فقط عملت يعني في سنيوة، حطيت زوج سطورة من الشوكولا وزوج من هذا وزوج من هذا، وشوفوا كيفاش خرجت السنيوة باهية. هنا ثاني لعبت بالألوان، نوعت يعني حطيت كامل هذو الأنواع تاع الشوكولا. المهم خواتاتي شوفوا هذه البيضاء اللي فيها الألوان حطيتها في الوسط باش تكون أكثر يعني تعطي صورة جمالية أكثر للسنيوة. هذه حطيت فيها كامل أنواع تاع المعسل تاع المشكلة اللي درتها، يعني إذا حابين تديروا سنيوة وحدها كاملة تاع معسل تقدروا ثاني، هذه فكرة واحدة أخرى. وهذه نوعت فيها كلش، درت المعسل منها يعني المشوك، ودرت منها بوسولة مسو، درت هنا تاع الشيكولا، وهنا درت الغريبية. هنا ثاني نوعت يعني حطوا أي حاجة، الغريبية، بوسولة مسو، البنيون، الكخوكي، الطابع، حطوا أي حاجة خواتاتي، المهم تفوتوا العيد سعيد بإذن الله. وهذه خواتاتي هي الطريقة تاعنا التقليدية، حطيتهم كامل هذو في هذو الطباسة. خواتاتي هذو الطباسة شريت ستة مع هذا الكبير، شريتهم كامل اللي يجوا كامل في رحبة، تقدروا تحطوا فيهم. وكل واحد كيما قلت وما زلت نعاود، كل واحد على حساب مقدور. خواتاتي في الأخير ما عسى نقول لكم غير صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله يا ربي عام سعيد لكل الأمة الإسلامية وللجزائر ثاني يا ربي. كل عام كل عام كل عام يجي علينا بالخير يا ربي، ما تتعاودش هذه الأخرى تاع كورونا. على كل حال كانت درس لنا هذه تاع كورونا، وخلاتنا نفهموا باللي سبحان الله إن الله على كل شيء قدير. هذه تاع كورونا خلاتنا نفهموا باللي سبحان الله جاء العيد ومناش قادرين نتسلموا بيناتنا، جا العيد مناش قادرين نحضنوا حبابنا ونقول لهم صحة عيدكم، جا العيد مناش قادرين نروحوا ونعيدوا الناس اللي نحبوهم. أنا نقول لكم نقول صحة عيدك اليمة والبابا، نقول لهم صحة عيدك، نقول صحة عيدك لخاوتي وخواتاتي كامل، صحة عيدك لعمامي، خوالي، خالاتي، عمتي، صحة عيدك كامل لولادهم، نقول لهم كامل صحة عيدك، سمحوا لي نقول صحة عيدك الشيخي وعجوزتي، ونقول لهم ربي يطول في عمركم، انتم ويما وبابا ربي يطول كامل في عمركم، ونعيشوا ونشوفوكم ان شاء الله دائما دايرين معنا وفرحانين بينا معنا في العيد. اللي عندهم اهل تاعهم ماتوا سواء في العيد هذا ولا العيد اللي فات، الله يرحم جميع موتانا يا رب العالمين، ارحم جميع موتانا يا رب العالمين. واللي عنده مريض يا ربي يشفي جميع مرضانا، اللي عنده هم يا ربي نحيلو كامل الهم تاعو، اللي عنده حاجه من حوائج الدنيا ربي يقضيها ان شاء الله يا رب العالمين بلا ما نسمي كل صوالح. انما خواتاتي حبيت فقط اني نقول العيد هذا خلوه تواد، وان شاء الله كاين الهاتف بيناتنا نتناسلو بيناتنا، ويعني ونبحثو سلام بيناتنا، ولو انه صعيبه صعيبه، ولكن كما كان الحال نقول الحمد لله على كل حال. إن شاء الله يكون درس لينا والجميع على كل حال. هذا ما كان أخواتي، يعني صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ربي يجيب ساعة الخير، إن شاء الله إن شاء الله الأعياد الماجين إن شاء الله يكونوا خير من هكا. سمحوا لي اللي ما ذكرتهمش، على كل حال عائلة غدوة إن شاء الله راني حنعيط لكم، غدوة إن شاء الله نتعايدوا بيناتنا. دعوا فقط إن شاء الله يا ربي ينزل الرحمة فقط. وفي الأخير خواتاتي كما تعودتوا عليا دايما،
كم دمتي متألقة جيغا كنت لهنا تلويس أرسم لي صحة عيدكم صحة عيدكم صحة عيدكم.